أخبار اليوم. حالات الدفاع الشرعي. حالات الدفاع الشرعي هو دفاع ضد النفس ونفس الرياء والمال والعرض. لأنها أكاديمية الشرطة التي تمثل الذخيرة البشرية لجهاز الشرطة المصرية وتصقلهم بكل ما هو جديد في مجال فرض الأمن ومكافحة الجريمة علميا وعمليا، فقد قام السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بجولة بالأكاديمية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتقى بالمحاضرين من أعضاء الهيئات القضائية خلال تدريسهم للضباط قوانين وقضايا تتصل بعملهم، وحرص على الاستماع إلى شرح المحاضرين. العقوبة في أصلها عقوبة جناية، لكن المحكمة استخدمت المادة 17 وحكمت على المتهم بالحبس، وجب عليها لأن ضد المادة 25 ما فيش عزل في الحبس، وجب عليها أن تقضي بالعزل مدة ضعف مدة الحبس التي عاقبت بها المتهم. نعبر عن تقديرنا للهيئة القضائية كلها ممثلة في شخصه، والحقيقة أنا شايف النهاردة في المعهد هنا نماذج كثيرة جدا للعلاقة الطيبة الجميلة اللي بتربطنا بأعضاء الهيئة القضائية، وإحنا زي ما إحنا بنقول إحنا واجهين لعملة واحدة، وبنشكرهم على الجهد وعلى وقتهم اللي هم بيقتطعوه من عملهم عشان يجوا يزيدونا خبرة في المواد القانونية اللي احنا يجب ان احنا كلنا نتسلح بها. كما التقى بالدارسين الوافدين من الدول الافريقية، واكد حرص وزارة الداخلية على الاسهام في تأهيل وتدريب الضباط الافارقة انطلاقا من الدور الاقليمي لمصر، وحرصها على تعزيز التعاون الامني مع الدول الافريقية، وتعرف من المحاضرين على المواد الدراسية التي يتلقونها، وطلب بتوفير كافة اوجه الدعم والتسهيلات للدارسين الافارقة. وتفقد الوزير لجان امتحانات طلبة كليات الشرطة ولجان الضباط الدارسين بالدبلومات المختلفة بكلية الدراسات العليا، وأكد على ضرورة وضع برامج تدريب متطورة تصقل مهارات الطلبة وتتماشى مع ما تشهده الساحة الأمنية من متغيرات وتحديات، وطالب بالعمل المستمر على تطوير والارتقاء بالعملية التدريبية بالاستعانة بالمدربين من ذوي الخبرة، وضرورة العمل وفق مناهج متطورة لترسيخ مفاهيم السياسة الأمنية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتحترم القانون وتعظم حقوق وحريات المواطن وتحقق الأهداف الأمنية بإيمان ووعي. الوزير شهد بيانا عمليا لكلاب الأمن والحراسة والتي تقوم بعمليات تأمين المنشآت الهامة والحيوية والكشف عن المفرقعات. إذن جولة لوزير الداخلية داخل عدد من منشآت أكاديمية الشرطة تفقد خلالها كلية التدريب والتنمية ومركز بحوث الشرطة وكلية الدراسات العليا والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.